بعد ركوب سفينة النجاة فكل بحسب حاله. يعني انت اذا سألتني يا حسن يا ابن محمد العناني الشرقاوي المصري ماذا تعاني الآن؟ أنا معاناتي الآن من باب واحد، وهذا الباب حقيقة عكر علي صفو حياتي، عكر علي صفو حياتي، هو أني سنوات طويلة أخطب الجمعة وألقي الدروس والمحاضرات، وكنت أترضى عن هؤلاء الأشقياء اللعناء، سواء في المدينة سواء في الجيش أيام أن كنت ماسك التوجيه المعنوي في سلاح المهندسين في معركة رمضان. هذه تؤرقني الحقيقة، يعني تسجيلات وخطاب ودروس وطارت إلى أنحاء الدنيا، لدرجة أن كان في بعض الأفاضل من المقربين كانوا يسجلوا الخطبة ويعملوا منها نسخ ويبعثوا إلى ألمانيا وإلى بريطانيا وإلى فرنسا ومعارف وأحباب. كل هذه الخطب ما أنا بقول لحضرتك أهو. فهذا هو الذي يؤرق علي حياتي الآن، وأحس وكأني في زنزانة مغلقة. ألا إزاي أنا كنت أترضى عن أعداء الزهرة؟ طب إزاي أترضى عن أعداء أمير المؤمنين؟ أنا كل خوفي بقى يوم القيامة مش من الصراط ولا من الميزان ولا من النار، لا 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 لا، خوفي كله أن يوقفني أمير المؤمنين ويقول تعالى يا ولد كيف ترضيت على أعدائي. وأسأل الله ألا يوقفني، أسأل الله العلي العظيم ألا يوقفني المولى العظيم علي أمير المؤمنين، أسأل الله ألا يوقفني ولا يسألني. بس أنا مجهز حجة للإمام، إن أوقفني أقول له وما المانع أن تقبلني يا سيد؟ إيه المانع أنك تقبلني يعني؟ ألم يقبل ابنك الحسين الحر ابن يزيد الرياحي؟ ها؟ ألم يقبل ابنك الحسين الحر ابن يزيد الرياحي؟ بلى، قبل الحسين الحر ابن يزيد الرياحي، قبله. أقول له يا مولاي إذن فاقبلني، يعني إيه المشكلة يعني؟ هذه هي التي تؤرق علي حياتي أنا شخصيا، أسأل الله ذلك، أسأل الله، الله يبشرك بالخير، أسأل الله ذلك بحق النبي وآله.